للمزيد من المتابعة حول قمة الكوميسا في دورتها 22 ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الأسبق وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. مرحبا بحضرتك دكتور. يعني إذا كنا نتحدث عن اقتصاد أخضر، عن تكامل اقتصادي، عن تحديات تفرض على القارة الإفريقية وتتطلب الجهود المتضافرة من أجل حلها، ما هي خطوات البداية وكيف تسير الخطوات القادمة من أجل تنمية مستدامة متكاملة في دول القارة الإفريقية؟ حضرتك تعلمي جيدا أن يعني القارة الإفريقية عندها أجندة تنموية تنتهي ب 2063، بيستهدف منها أن القارة تصبح ذات سياسة موحدة بتحقق تنميتها الذاتية بقدرات أبنائها ولها يعني سياستها الموحدة على المستوى العالمي، لها اسمها ولها هويتها المشتركة. وطبعا كل ده لن يتم تحقيقه إلا بجهد كبير جدا من الزعماء ومن الفاعلين في القارة الأفريقية لتحقيق تنمية حقيقية وتنمية مستدامة تستطيع بها القارة أن تحقق أهدافها التنموية خلال الفترة من الآن حتى 2063. الكوميسا تجمع هام جدا وتجمع اقتصادي كبير جدا بيضم عدد كبير من الدول القارة الأفريقية، 21 دولة، سكان بيصلوا لحوالي 586 مليون نسمة سكان التجمع، جي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي للدول حوالي 800 وشوية مليار دولار، عندهم تجارة في حدود 324 مليار دولار، يعني تجمع كبير جدا وقادر على انه يحدث تنمية خاصة بعدد سكانه وبعدد دوله الكبيرة. والمؤتمرات طبعا سيادتك ان مصر كانت بترأس الكوميسا في الفترة اللي فاتت وقدمت مصر مجهودات كبيرة لدفع عجلة التنمية ولزيادة الاستثمار وللتكامل الصناعي بين الدول الافريقية او بين دول الكوميسا والتعاون في مجال التحول الرقمي. كل دي حاجات ساعدت مصر يعني بالتأكيد سعي دؤوب من خلال سيادة الرئيس على تحقيقها لتجمع الكوميسا. سيادة الرئيس سابقا يعني جمع التجمعات الثلاثة الاقتصادية اللي موجودين في القارة وعملنا اتفاقية التجارة الحرة القارية، وعمل سيادة الرئيس برضو صندوق لمخاطر الاستثمار في القارة، وهناك جهود بتبذلها مصر لأن مصر مدركة إدراك كامل أهمية القارة الأفريقية ومدركة إدراك كامل ان القارة الافريقية قادرة على انها تنمو وقادرة على انها تحقق مستوى معيشي افضل من ما يعيشه ابناء وسكان القارة الافريقية. نعم. اللي بيعانوا حاليا من الفقر والتهميش وقضايا غياب فرص العمل وغياب الامل. القارة الافريقية قارة النهاردة العالم بيتنافس على مواردها لانها لديها من الموارد ما يغني العالم كله من مواردها، سواء كانت موارد معدنية او موارد زراعية او موارد انهار او بترول او موارد في مجالات مختلفة. القارة غنية وقادرة على انها تحقق التنمية، ويبقى ان تكون هناك ارادة سياسية للقادة وللتنفيذيين في القارة على تحقيق امكانياتها. وهذا يجعلني اتساءل دكتور علي عن اليات التنفيذ وتوقيت التنفيذ، التوقيت الزمني للتنفيذ. اليات التنفيذ الحقيقة التجمعات الثلاثة عندهم اهداف ومواثيق تلزمهم بتخفيض جمركي وبتبادل تجاري وتبادل انتقال التجارة وانتقال البضائع وانتقال الأفراد والاستثمار، لكن مشاكل القارة فيما يتعلق بغياب الاستقرار الأمني، النزاعات الداخلية، غياب البنية الأساسية، كل دي مشاكل بتحد بشكل كبير جدا من تحقيق الأهداف التنموية سواء للتجمعات أو للتجمع الأكبر اللي هو اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. لكن بيسعى الزعماء على أنهم يستحوذوا على حجم استثمارات من المستثمرين الأجانب، الشركات والهيئات والهيئات الدولية للاستثمار في القارة. احنا مع الكوميسا عندنا تجارة مع الكوميسا، تجارة الكوميسا حوالي 4.2 مليار دولار، صادراتنا ليهم حوالي 2.8 مليار دولار، وده رقم كبير جدا لصادرات ال 21 دوله، وده بيساعد على نمو الاقتصاد المصري وعلى ايجاد فرص للسلع المصريه وايجاد فرص للشركات المصريه انها تعمل وايجاد فرص للشباب انهم يلاقوا فرص للعمل. وبنستورد منهم منتجات على راسها طبعا الشاي وغيره والجلود وبعض المنتجات الافريقيه،
بحوالي 1.5 مليار دولار، فهناك حجم التجارة يستحق اهتمام الرئيس ويستحق اهتمام الدولة المصرية. ولهذا يعني موجود الرئيس في المؤتمر، ولا يغيب الرئيس دائما دائما، سيادة الرئيس لا يغيب عن اي مؤتمرات افريقية، لانه يعني صلب اهتماماته هو الاهتمام بالقارة الافريقية لأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري، ولأهميتها بالنسبة للسياسة المصرية، ولأهميتها للدور الإقليمي لمصر على مستوى القارة وعلى مستوى دول الجوار. نعم دكتور عدلي، كيف تحقق مصر نقطة اتصال فاعلة في تنشيط التجارة ما بين دول الكوميسا ودول القارة الإفريقية والدول العربية والدول الأسيوية أيضا؟ والله مصر دولة يعني أكثر تقدما فيما يتعلق بقدراتها الإنسانية وقدراتها العلمية وقدراتها وخبراتها في المجالات المختلفة، في مجالات البنية الأساسية، في مجالات التصنيع، في مجالات الزراعة. ومصر فعلا بينتظر منها الأشقاء الأفارقة هذا الجهد، وإحنا شركاتنا وإمكانياتنا قادرة على ده. لكن لابد أن احنا نربط الأجندة المصرية فيما يتعلق بالتنمية بأجندة التنمية الأفريقية 2063، بحيث أن كل الوزارات المصرية تبقى بتربط إجراءاتها التنفيذية وأهدافها التنموية بالأهداف التنموية الأفريقية، بحيث أن احنا نقدر فعلا نساعد في إحداث التنمية في القارة، ونستفيد أيضا من هذا التقدم اللي بيحدث في القارة الأفريقية. نعم، الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كانت من القضايا الشاغلة سواء للعقول المصرية أو قمة المناخ، وكانت حاضرة في COP27، ومصر لها الباع في هذا المجال وبدأت فيه بالفعل في التطبيقات والاتفاقات المختلفة. لكن ما ينقص الدول الأفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية في الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر؟ للأسف أن القارة الأفريقية رغم أنها لا تساهم في الانبعاثات الكربونية بأي بنسبة لا تتجاوز 4%، إلا أنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية. نعم. ولهذا كان في COP27 يمكن كان مؤتمر يعني للمناخ بأفريقيا والاهتمام بالقارة الأفريقية وتقديم العون والمساعدات من الدول المتقدمة، واللي تسببت في الانبعاثات الحرارية في الفترة الماضية، إلا أنها تقدم خبراتها وتكنولوجياتها ومساهماتها المالية ومساعداتها المالية للقارة الأفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي ولخلق نوع من التجنب لحد من الانبعاثات والتوافق أو الأقلامة مع الانبعاثات الحرارية، لما لذلك من أثر كبير جدا على موارد القارة، سواء كان في الزراعة أو الرعي أو في الموارد المائية أو غيرها. نعم. من القضايا. ولهذا الكلام عن الاقتصاد الأخضر وأفريقيا ومصر يعني بتقود هذا الانطلاقة في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال الطاقة النظيفة، أفريقيا قارة قادرة على أنها تحدث نقلة نوعية كبيرة جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة. ومصر وقعت اتفاقيات كبيرة جدا وقت COP27 واتفاقيات حالية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، ويمكن ده هيكون برضو سبيل لنقل هذه الخبرات للقارة الأفريقية ولإحداث تنمية حقيقية في مجال الطاقة في القارة الأفريقية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.